أنا قاعدة لك يا نجيبة لما أشوف كلام إيه تاني اللي أنت ناوية تسمعيهولي. سمعت الرعد في ودانك يا بعيدة؟ أنت كده غلطتي، وأنا اللي يغلط فيه لازم يتربى. اسمعوا يا ناس هوين، قال إيه هتربيني؟ وريني هتربيني كيف يا حبيبتي؟ كده ها؟ يا بوري 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 يا ده لو لقيني من اساسه رايحه على فين يا رايحه البيت ناسي لحد ما يجي جوزي والحظ حاضر الموضوع ده ينصر دينك يا حكمه. عملت اللي كان نفسي اعمله من زمان. ادي الحريم ولا بلاش. مبروك يا حبيبي. حبيبي ابني حبيبي ربنا ما يحرمنيش منك. ألف مبروك أبداً. الله يبارك فيك يا ماما. ربنا يخليك يا رب كده عقبال ما نفرح بولادكم أنت وسلمى يا رب. حياتك يا حبيبتي. حمال عزيز مبروك يا ابني. الله يبارك فيك. حضرتك يا رب الخير. مبروك يا بنتي. أوعى بقى يا سعيد. يا دنيا يا بنتي مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيك. مبروك يا دنيا. حماتي مفيش مبروك لجوز بنتك؟ لا إزاي مبروك. الله يبارك في حضرتك. اللي غلط منها في عينيا الاثنين. دي بنتي الوحيده. انا عارف حضرتك ما عندكيش غيرها هي وسهل. يلا يا سعيد. الله يكون في عونك يا عم سعيد. يا سعيد يا احمد. الله يبارك فيك. انتوا مبسوطين يا مس. خد بالك منها. حبيبي. شكرا لك حبيبي. الف مبروك. مبروك. باشا. ألف مبروك يا حسام. الله يبارك فيك. ازيك الباشا اخباره ايه؟ تمام الحمد لله. حياتي ليه قولي له حسام الهلالي بيسلم عليه وكان نفسنا يبقى معانا والله. ربنا يخليك يا ابن الجنايه. ايه الحلاوه دي؟ انت بتذاكر من ورايا ولا ايه؟ ده انا بلح بقالي اسبوعين. الامتحان امتى؟ طمني. خليك الامتحان بتاعك. يلا ربنا يسهلك. يلا عقبال الناس كلها. عقبال الناس كلها. ايه مفيش حاجه غلط. عقبال الناس كلها. بقول لك ايه؟ يلا. The dancers may be on the floor, yeah, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I go so weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Play me smooth, sway. اديني حكيت لك يا سيدي الناس بنت الدرجه عملت فيها ايه. كي تستجرى وتعمل فيك كتير عشان غلبانه وقليله حيله استفردت بي وحريمك بدل ما يدافعوا عني وقفوا يتفرجوا. وقفوا يتفرجوا كلهم ليلتهم كحلة الليله دي. ما عملتش حساب لكبير ولا لصغير وبعد ما عملت عملتها السودا دي خدت في وشها وطفش.
طفشت؟ راحت لفين؟ غارت لبيت ناسها. كيف تستاجرها وتعمل كده؟ ايه؟ فاكرة البيت ده ملوش كبير ولا ايه؟ بنت جليلة رباي وبينها كده هتتعب دياب اخوك. لا 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 لا، ده هي اللي هتتعب قوي، وشكلها كده لازم يتكسر لها ضلع. لا رايح فين يا سيد الناس؟ رايح لها بيت ناسها. لا بلاش بلاش بلاش، استني ده انا الليله هجيب عليها واعطيها. بلاش بلاش يا سيد الناس بلاش. أوعي. بلاش هيقولوا اني خبصتك عليها. انا ما حدش يعرف يخبص معاك. يا سيد الناس بلاش. انا ودي والزمن طويل يا حكمت. جريها بنت، انت عامله زي الكرش البراني اللي كل ما نصرفوه يعاود لنا تاني. لا يا عمي ما تقولش كده. اسكت انت. جريها يا سادق، انت مهما كانت بنتي ولا يمكن يسيبوها تتبهدل خالص. انت تلكك عايزه تفشكل الجوازه وتبوظ الترتيب. خلصت كلامك يا عمي؟ ويفيد بيها الكلام وانت راسك ناشفه وحجر صوان. راسي ناشفه صح، لكن في الحق عشان انا مره حره ومحبش حد يدوسلي على طرف، وهعيش حره واموت حره. وبعدين انا رجعت البيت ابوي ومحدش يقدر يمنعني مني. بيتك ومطرحك يا بنيتي. جريها يا نفيسه، ده بدل ما تعجليها. يا عمي ما احنا لازم نقف جنبها ونعززوها قدام اهل جوزها عشان يقدروها ويعملوا لها الف حساب. دي مهما كانت بنت الطراشنا. اسكت عاد، ايش فاهمك انت؟ سي سعد عايزه ايه يا زفت؟ سي جابر البطاش جي تحت مستني حضرتك. وي انا جاي وراك. حاضر. هذه المصيبه السوداء، شفت عمايلك يا ست حكمت؟ اتدلع وشوف عاوز ايه. ما انا خابر هو عاوز ايه. جاي يدينا كلمتين في جنابنا بسبب بنتنا اللي ما عرفناش نربيها. انا متربي احسن رباي. وهي اللي متربي احسن رباي تفوت بيت جوزها من غير اذن؟ شكل هم. مالك يا محروس؟ فيك ايه؟ خايف عليك يا حكمت. ما تخافش، انا عارف انا بعمل ايه. عجبك اللي عملته بنت اخوك يا صديق بيه؟ طبعا لا يا سي جابر، بس انت كمان مرتك نجيبه غلطت فيك. هي اللي مدت يدها على مرتي، طحنتها ضرب، وبعدها خدت في وشها طفشت وجات على هنا ما عملتش اعتبار لاي حد فينا. في ذي عندك حق، بس انت خابر، ده كلام حريم لا يقدم ولا هيقدم. لا يا عمي، دي حديد صح، والحريم اللي انت بتستجل بيهم دول غير ما انت فاهم ويا ويلك من كيدهم. ايه اللي دخلك في كلام الرجال؟ الموضوع ده يخصني وانا حد واحده اتكلم فيه، خصوصا ان اللي هيمشي في الاخر لازم أن يكون بخاطري وعلى مزاجي. شايف؟ جايب بنت اخوك وقله ادبها؟ جابر كونك اخد ياب جوزي ما يدكش الحق تطول علي، خصوصا ان الست مرتك هي سبب المشكله. حكمت تلم المال واعملي لي اعتبار. انت على راسي يا عمي، لكن ما تاخذنيش، كل شيء هيمشي برضاي. وايه عادي اللي يرضيك يا حكمت هانم؟ أقعد هنا معززة مكرمة في بيت ناسي لحد ما دياب يعود من السفر ويشوف لنا حل في الموضوع ده. يعني أنت بدك تشعلليها؟ لا، أنا بدي أرسى بيناتنا حدود عشان ما حدش يخطيها. ليه؟ كلام إيه وحديد إيه الماسخ ده؟ شوف يا جابر، نجيبة مرتك عايشة متبخددة وكبسة على نفس باقي حريمك ومستجوية عليهم اكمنها جابت لك الواد. وانت ايه اللي خششك بناته؟ هي اللي خششتني لما حاولت تكتمني زيه، كانت فاكرة اني هنيه خواطاتي، لكن لا، انا مرة حرة ومحدش يتحكم فيا غير برضاي. وان قلتلك هتاجي معايا دلوقت حتى لو عثمانية. ده ممكن يحصل يا جابر، لكن في حالة واحدة بس، لو قتلتني واخدتني جثة. يابا يابا اصحى يابا، انا طاهر. اصحى. طاهر ازيك يا حبيبي؟
وحشني قوي. انت كمان وحشتني قوي يابا. طمني عليك، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا ابني، كل اللي يجيبه ربنا كويس. ربنا يخليك لينا يابا ويطول لنا في عمرك. يلا حسن الختام يا ابني. ما تقولش كده، ما تزعلنيش منك، ربنا يجعل يومي قبل يومك. بعد الشر عليك يا ابني، ربنا يبارك فيك ويخليك لمراتك ولولادك وتفرح بشبابك. تعيش يابا. قول لي يا ابني، انت جيت امتى؟ لسه واصل، قلت اجي اشقر عليك الاول. قبل حق، بص بقى، جبت لك معايا الموزه بنقطه اللي انت بتحبه، عايزك بقى تخلص لي الكيس ده كله. خليهم يا ابني لمراتك ولولادك. أجمالي عملت حسابي، جبت لهم معايا بجنيه بطاطا مشوية. ايه كتر خيرك يا ابني، ربنا ما يحرمني منك ابدا يا ابني. ولا يحرمني منك يابا. ده كفايه انك انت يا ابني مش مخليني محتاج حاجه ابدا. ما تقولش كده، هو انا انسى؟ ده احنا كنا عيال صغيرين لما امي ماتت وانت مرضتش تتجوز عشان ما تجيب لناش مرات اب تقرفنا في عيشتنا، وكان نفسك تعمل لنا كل حاجه، بس انت كنت كحيان اياميها وما كانش حيلتك اللضا، وكنت دايما تقول لي يا طاهر يا ابني العين بصيره والايد قصيره. كان غصب عني يا ابني. انت هتعيط وتقلبها لي مناحي، ماني عارف انه كان غصب عنك، عارف ومقدر كمان. ربنا يخليك ليا يا حاج. ما تخافش، ده انا هقشر لك موزتين عشان تزلطهم على بق واحد. مبروك يا حسام. الله يبارك فيك يا فندم، الله يبارك سعادتك. انت الشغل دلوقتي بقى واتبسط. حاضر. مبروك يا عروس. الله يبارك فيك. كلميني اول ما توصلي. يلا بالسلامه يا بنتي. خد بالك من الجوز. يلا يا سعيد. حاضر. مش فاهم والله. تروحوا ترجعوا لنا بألف سلامة يا نور عين. خلي بالك منه يا سلمى. ها؟ عايزاكوا بقى تقضوا كده هنيمون حلو وتنبسطوا، المكان هناك يجنن. خليكي في حالك انت يا اختي ملكيش دعوة. ماشي. انت سبقتونا وجربتوا. بقول لكم ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا عم انت؟ هتتخض من اولها ولا ايه؟ انا حجزت لكم في نفس الاوتيل وفي نفس الاوضة. نفس الاوتيل ماشي، نفس الاوضة اللي هتاخد مراتك وتروحوا انتوا نفس الاوضة. يلا كده برضه. بقى من نفسك يا عريس. بقول لك ايه؟ لا مؤاخذة يا جماعة، تعالى. يا محمد امك، ها مواعيد الادويه ولا كلمني افكرك؟ خلاص يا حسام ما تقلقش، ورحمه ابوك ما فيهاش اهمال. خلاص تمام. بقول لك ايه يا حبيبي، هو انت بعد حده الفرح بتاعت النهارده هتعمل ايه؟ هو انت هتفضل رزق طول عمرك كده؟ انت مالك اعمل ايه؟ اعتبرها مأموريه يا باشا. يبقى مأموريه سعيده. يلا يا باشا. يلا ولا ايه؟ يلا مش هنفضل واقفين في الزحمه دي. يلا سلام على سلام محمد. عقبال عندكم جميعا، عقبال عندكم جميعا. شايف تحيي سيادة اللواء؟ تحياتي بقى لسيادة اللواء، وقولي له إن أنا بشكره جدا جدا على 10 أيام اليوم دول. السلام عليكم. باي. سي جابر عاود ليلة امبارح من غير ما يجيب حكمة معاه. واه؟ ده كأنه الموضوع كبير قوي عاد. وهو الكبير علم بالموضوع؟ والله ماني عارفة. ربنا يسترها. شفت عاد يا سيد الناس؟ عشان لما اقول لك البت حكمة دي هتتعب دياب اخوك تبقى تصدقني، اهي ما رضتش تعاود معاك. والله ما انا خابر اقول ايه للكبير لما يعاود من مصر، وكل ده بسببك انت يا وش المصايب. ما هي ضربتني برضه. ما هو من طولة لسانك وقلة ادبك. اكده برضك يا سيد جابر. يا ولي افهمي افهمي، حكمة دي لا هي فتحية ولا اعتدال ولا حتى عنايات لبت خشت مدارس ومتعلمة، بت مدارس يعني وشها مكشوف. يعني بتنصرها علي؟ أنا بس بفهمك إنها ما ناوياش تعدي الموضوع ده على خير. ربنا يستر لما يعاود الكبير من مصر ودياب من غربته. باي عليك ضربة تيجي في معاميعك. اشتقنا لك. الحمد لله على السلامة. الله يسلم. اوكي. يلا بينا. يلا.
يا هلا بدياب. كرواتيا منورة. كرواتيا منورة بنسها وبنورك يا مستر الألبير. لو مشتاق لنور مستر الألبير ما كنت خبتها لغيبي كلها. صح. طمني أخبار الشغل شو؟ قبل أخبار الكبير والدك شو؟ الكبير بسلم عليك قوي، بقول لك الموسم هيبتدي ولازم نكونوا جاهزين لكل الطلبيات. المبلغ تحول من حسابهم لحسابنا والبضاعة رح تتسلم بالمحل والوقت اللي اتفقنا عليه. فإذا تابع الترتيبات مع دياب. دياب أنا عندي موعد مسبق فبعتذر، إنما على العشاء رح نكون سوا بنحكي برواق عن والدك وعن كل شيء. Take your time مستر ألبير. توحشتك قوي. اشتقت لي كتير عشان هيك غبت كل هالغيبة. سي طاهر. الأيام نامت يا طاهر. والله وابوك كمان نام. طب بتصحيهم؟ ايه لا بس يا راجل، داني ما صدقت انهم ناموا عشان يروق لنا الجو ونبقى براحتنا. يا سلام. الله يسد نفسك يا بعيدة. ايه اللبس اللي انت لابساه ده؟ ماله لبسي يا سي طاهر؟ ماله لبسي يا سي طاهر؟ في واحدة جوزها يبقى مسافر بقاله أكتر من شهر، ولما يرجع تلبس له الجلابية دي وعليها الإشارب ده ويبقى ريحتها طبيخ منتن. المهم الحشو يا سي طاهر. الحشو؟ طب كلميني على حاجة ما نعرفهاش. خدي خدي يا ولي إزازة الريحة دي بدل اللي انت بعتيه. حاضر يا سبعي. الله روشي نفسك كده، روشي نفسك. أنا عايزك تتصلي بالمطافي وتقول لهم ييجوا كمان ساعتين، وانا اقول لك ثلاث ساعات. لا كف الله الشر. اصل المرتبه دي هتولع النهارده، اصل انا هعمل زلزال في البلد كلها وهوقع البيوت اللي حوالينا. كده لو قلت لي الجواز حلو ولا وحش ولا مش عايزه تطمنيني انت بصراحه. قلقانه يا حسام وقاعده بفكر. انت بتتكلمي جد يا سلمى؟ قلقانه من ايه؟ يعني خايفه من روتين ما بعد الجواز. روتين ما بعد الجواز؟ يعني ايه روتين ما بعد الجواز؟ كل البنات اللي اتجوزوا بيقولوا انه الجواز شهر العسل وبس، وبعد كده كله ملل وروتين. كله ملل وروتين؟ يا سلام، الكلام ده مش معايا يا ماما. ها انت معاك يا حسام. انا شخصيا شخص متغير، احب التغيير واموت فيه زي عينيا. يا سلام، بتحب التغيير؟ انت بعد شويه تيجي تقولي انا بحب واحده تانية وعايزه اتجوزها. شفت انت سيئه الناس ازاي؟ شفت انت سيئه الناس ازاي؟ انا اقصد التغيير، يعني هتلاقيني بفاجئك. يوم هقول لك يلا سلمى حضري الشنطه هنسافر دلوقتي، يوم هقول لك البيت بقى دمه تقيل يلا نغير البيت، يوم هقول لك يلا نعمل اي حاجه، المهم مش هيجي لك لا زهق ولا ملل ولا روتين ولا الكلام الفاضي ده كله. المهم انت بقى ما تقعيش في الاخطاء اللي بتقع فيها البنات التانية اللي اول ما تتجوز. ها اللي هي ايه بقى؟ ان شاء الله البنت من دول تبقى هتموت على الجواز. اول ما ربنا يكرمها براجل تبتدي تتنمرت بقى، اول ما ربنا يكرمها وتخلف تنسى جوزها ده خالص، اكنه جدي قاعد في البيت كل الوقت لولادها. طب بس ده طبيعي يا حسين؟ يسلم. لا طبعا مش طبيعي، الست العاقله هي اللي تقسم وقتها ما بين جوزها وبين ولادها. الراجل مننا برضه يا سلمى يحب يتدلع يتشخلع يتقال له كلمه حلوه، صح ولا غلط؟ ايوه بس انتوا برضه لازم تعرفوا ان الولاد بياخدوا من وقتها ومجهودها كتير. انا شخصيا حغير حتى من ولادي. خلاص يبقى بلاش ولاد من اساسه. استغفر الله العظيم، ما تقوليش كده لحسن ربنا يحرمنا من النعمه دي. ده انا هموت مستني اليوم اللي تيجي فيه سلمى صغنونه كده اقعد العب بيها. شفت بقى اديك قلتها، انت هتقعد تلعب مع سلمى الصغيره وهتسيب سلمى الكبيره لوحدها. انا هقعد العب مع سلمى الصغيره واسيب سلمى الكبيره؟ طب ايه رايك بقى ان انا عايز العب مع سلمى الكبيره دلوقتي؟ ايه يا حسين؟
اللي يا حسين في ايه وانا جاي من جامعه الدول العربيه؟ انا عايز العب مع سلمى الكبيره دلوقتي. قوم يلا قوم يلا تعال. هزعق يا جماعه، انا هلعب مع سلمى. شو عجبتك ولا لا؟ ما قلت لك انا صفقه لك يعني لك. عجبتيني ده انت ب 100 راجل. ايه انا 100 رجال؟ خرب ذوقك. لا انا ست الستات. بعدين حبيبي بزنس از بزنس، بما انه انت كوريكت معي لهلا بتعطيني حقي بعطيك حقك. حقك محفوظ وزياده هبابي. هبابي؟ شو يعني هبابي؟ اشرحها كيف بدي. هبابي يعني عنديني زياده حبتين. زياده حبتين؟ ايه حبيبي. إيه انا كثير بحب الهبابه. تعرفي لو ما عنديش شغل في مصر كنت ما سبتكيش واصل. يا محتال رح اشتاق لك. ما تعمل مثل هالمره وتغيب عني كثير. بقول لك ايه، ما تيجي حداي لمصر ححطك في عيني التنين. ايه هو العينين اللي عندك لإلي اصلا. ومش رح روح على مصر. ليه؟ علشان تشتاق لي اكثر. صح صح الصبح. كيف يا ابوي؟ كيف يا ابوي تهون عليك حكمة تهمل البيت وانا في غربتي بين الحياة والموت؟ ما انا حكيت لك اللي حصل يا ولدي وقلت لك انها هملت البيت ومحدش فينا كان هني واصل. استهدى بالله يا دياب، استهدى بالله. وانت ابوي واللي اتكسر يتصلح. انت بالذات ما تتحددش معايا دلوك، لحسن العفاريت كلها بتتنطط في وشي. عيب يا دياب لما تحدد اخوك الكبير كده. وعاوزني حددته كيف يا ابوي وهو السبب في اللي حصل؟ انا دياب؟ ايوه انت. لو كانت مراتك نجيبها عامله لك حساب ولا حتى قيمه بين الخلق ما كانتش اتعركت معاك ما تخلتها تامن البيت في الخاش مكان. واه انتوا التنين حتتعركوا مع بعض قدامي ولا ايه؟ بالاذن يا ابوي. على فين يا ولدي؟ رايح اجيب مرتي. استنى هنا. جابر اخوك ومرته نجيبه حياجوا معاك. انتوا مهما كان خوات والدم عمره ما يبقى ميه. عمرك يا ابوي، عمرك كبير. نجيبه انت من؟ اي تعالي. جابر انا. خلصي. جاي اهو. نعم يا سيد جابر. تلبس خلقاتك هنطلع البيت الطراشنة صالح بيتهم تحب على راسها كمان. ايوه يا سيد جابر. بس ما بسش يا كده تلم خلقاتك وتطلع البيت ابوك لحد ما ورقتك توصل لك. هي حصلت؟ حصلت ونص وثلاث اربع. الكلام اللي قوله اتنفذ من سكات. فهمان يا بنت علام ولا فاهمك؟ أوامرك يا سيد الناس. مش مبسوطة قوي؟ مش حل لو ما بقلناش اسبوع متجوزين يا سلمى؟ اسبوع بالنسبه لك فاتوا كانهم اسبوع. اه انا بقى بالنسبه لي كانوا يوم. ايه رايك بقى؟ شفت انا احسن منك ازاي؟ اه بتكسفيه. طب ايه رايك بقى ان انا فاتوا عليا كانهم ثواني؟ اشمعنى ساعتي واقفه؟ ساعتك واقفه يا حسين. سلمى ماشي. ايه يا حبيبتي سلمى؟ ساعتك واقفه. سلمى ما ينفعش كده، الناس بتبص لي. سلمى يا سلمى ما تجرنيش وراك. ما صح سلمى يا سلمى. سوري سلمى ماي وايف نيو وايف مي وايف شي لفت مي اندران وزا بسكليتا. سلمى يا دي النور يا دي الهني، شقتنا البركه، نورتوا البيت يا اعز نسمه. الحمد لله على السلامه يا سيدي. الله يسلمك يا حكمت. كده برضك تعملي بيتك وانا غايب؟ طب اعملي حساب الغربتي بتناسي او لبي لغايه ما ترجع ونتحدد. بتجوزك بجبيتك ملكيش غيره. ايوه بس في ناس شايفين ان هم احق مني بالبيت دي. اسمعي يا بنت الناس، ده انت مرتي وست البيت كله، واللي ما يعجبهوش شيء الباب يفوت جمل.
هيا نجيب، رأيك إيه في الكلام دي؟ رأيي؟ لا، الرأي رأي سيد جابر، أنا ما تعودتش أكسر له كلمة. يعني موافقة نبقوا حبايب ولا لسه ناوية على الشر؟ لا يا أختي، إحنا حبايب، ده أنت فهمتيني غلط. يا ريت أكون فهمانة غلط وظني ما يكونش في محله. خلاص عاد يا حكمة، إن مسامح كريم يا بنتي، وإحنا برضك أهل. وبرضك مجيتهم لحد هنا تسوى كتير قوي يا حكمة. نجيبة، حب على راس حكمة، أم أمال، أمي لازم تصطفوا مع بعضكم. خلاص، صفيانا من غير ما تحب، وجيتكم على راسنا من فوق، إحنا ناس بنفهم في الوصول. يعني هترجعي على بيت جوزك؟ بقول خدامة تحت رجليه كمان، طالما شاريني وباقي علي. ده أنت تتحطي في العين وعلى الراس كمان. رب لا يديم المعروف يا أولاد. وعشان دوام المعروف يا صادق بيه والقلوب تصفى، أنا عاوزك تدي حكمة حقها في ورث أبوها. جاب من نحن ومن مال ومن جاب؟ ما الحكمة تبقى مالي، واللي يتعدى عليه يبقى بيتعدى علي، وده ما قبلهوش خالص. جاب نتكلموا في الموضوع ده بعدين. براحتك يا صادق بيه، بس لازم تعرف أنا ما تعودتش أفرط في حقي خالص ولا في حق مرتي. حكمة قومي لمي خلقاتك عشان نروح البيت. أمرك يا سيدي. ربنا يخليك لي يا سيدي الرجال، وما يحرمنيش من شدتك وقوتك في الحق. أنا قلت لك لو ليكي حقي فخر الدنيا حجبهولك. إلهي ما يحرمني منك واصل، بس أنا لي عندك طلبة كمان. أؤمري. أخويا محروس عايزاك تحادي عليه وتعلم الشغل معاكم. والشغل دي اللي قلتلي عليه خطر ما عاوزانيش اشتغل واصل؟ انت قلتلي انك كبير ولا ممكن تتضر فيه واصل، عاوزه محروس يكبر واسطيكم. اطمني يا ستي، من الليله دي بيجي محروس اخويا صغير غيره. الا بقول ايه، انت هتسهر مع الرجاله الليله ولا هتاجي بدري؟ لو ما عاوزانيش اطلع واصل ما اطلع شيء. لا اطلع لهم شوي على ما اجهز نفسي يا عريس. ايوه كده يا عروسه. بقول ايه، هاتي حب سدياب. انا بستحي. يا سلام يا بنتي يا نجاة، لو ابوك يديني فدان ارض من اللي عنده. كنت هتجندل بيه ايه؟ كنت هعمله مزرعه فراخ ما حصلتش. روح اتردم، ده انت الدهب في يدك بيبقى تراب. اباي انا؟ ايوه انت اللي ما فلحت في شغلانه من ساعه ما اتجوزتك، وكل مشروع تعمله تخرب وتقعد على تله. يا مرة يا مرة، بس انت كلم ابوكي وقولي له يديني فدان ارض وسيب الباقي علي، وانا هخليك تلعبي بالفلوس لعب. لو انا كنت استاجره تكلي قطع رقبتي قطيح. ما هو عارفك فاشل من يومك يا دكتور البهايم. زكي نام يا زكي، نامت عليك حيطه. طب يا اختي نامي نامي، زكي جالوس طيم. انت هتنام ولا ايه يا راجل؟ ايه شايفاني تعبان طول النهار في المنحل بتاعي. مينوبك مني الا تجريس طول النهار. هذيك انت قلتيها، ها وكل ده ليه؟ لان ما حلتيش شيء. بهلك يا بنتي اعتماد، لو ابوك يسلفني القرشينات كنت عملتيه، كنت صدرت العسل كله للولاد بره. يا اخويا صدروا الجوه الاول. يا مره قولي لابوك بيحبك وما يرفضلكيش طلب. اقول له يا جندلي قولي له سلفني القرشينات او حتى يشاركني، اهو يبقى سيدنا في دقيقنا. انت عارف ان ابويا ما بيحبش الشراكه وما يحبش يشتغل حاجة ما يفهمش فيها. خلي زيتك ودقيقك لحالك يا شديد. ده طب تغمدي يا ديك الهم. مش هتقعد معايا شوية؟ لا ما قعدتش، اقعد انت لحالك. تصبح على خير يا ست هانم. تصبح صاحي يا شديد. داد اقول لك ايه، كبسي لي ظهري، اعملي لي اللي هيقولوا عليه المساج ده.
مساج ايه؟ هو انا فيا حل يا فرج؟ ده انا مهدوده طول النهار من الطبيخ وتنظيف البيت. يعني انا اللي كنت بلعب ماني طفحان الدم من صباحيه ربنا. ايوه بتلعب، مش انت برضو ندرس العاب؟ يبقى بتلعب يا فرج، ويا ريتك بتكفي بيتك. طب عايزاني اعمل ايه يعني وانا مدرس العاب وما عنديش غير ماهيتي اللي باخدها من الحكومه؟ تدي دروس خصوصيه زي بقيه المدرسين ما بيعملوا. دروس خصوصيه ايه يا مقبوله انت؟ هو في مدرس العاب بيدي دروس خصوصيه؟ امتى؟ كيف يعني؟ اقول لك، تعمل للعيال امتحان صعب ما يعرفوش يحلوه، تقوم انت مديهم درجات زي الزفت اخر الشهر وتنكد عليهم هم واللي جابوه. طب وبعدين يا فلحه؟ ولا قبلين هيجوا جري عليك ويقولوا لك والنبي يا استاذ عاوزين ناخد عندك درس خصوصي عشان تديهم درجات حلوه. ايه رايك في الفكره دي عاد؟ فكره جهنميه. يا سلام عليك يا وداد، يا ريتها كانت خلفت منك 10. بقول لك ايه، نامي نامي تصبح على خير وسيبينا. نام نامي نام نام يا حزني. ايام الكليه بقى كانوا ركبونا من غير سرج ومن غير سرعه، يا ما طلب الدغدغه صف الضابط يقول لك اركب، تعملي ايه؟ لازم تركب. ماشي يا زهر، هو ده اللي علمنا ركوب الخيل. ايه ده؟ مين الرزق اللي بيكلمني دلوقتي؟ بسرعة حبيبتي لازم ارد. الو، يا طاهر ايه الاخبار؟ طمني. انا عرفت ميعاد ومكان العمليه الجديده. خلصني. المكان عند البحر الاحمر على الحدود مع السودان. والميعاد امتى؟ يوم الثلاث الفجر. طيب ابقى اكلمك تاني عشان اعرف كل التفاصيل. ها الله كريم. سلام سلمى، عندي ليكي خبر بايخ. احنا لازم ننزل مصر دلوقتي حالا. ايه احنا في ايه اللي حصل؟ معلش عندي ماموريه مهمه جدا، لازم ابقى موجود في مصر الليله دي. بس احنا ما كملناش اسبوع. ليكي عندي، اول ما تخلص الماموريه نرجع نقعد اسبوع اتنين شهر اتنين زي ما انت عايزه. زعلانه صح؟ خالص. اوامرك يا ست الرائد، انا اعمل ايه يعني؟ ما هو شغل. يلا. انا عملت اتصالات بقوات الجيش وحرس الحدود عشان يساعدوكم في المأمورين، واظن كل واحد فيكم عارف هيعمل ايه بالظبط. ان شاء الله يا فندم باذن الله. اهم حاجه عندي السريه في تنفيذ العمليه والقبض على المهربين وهم متلبسين، مفهوم؟ تمام يا فندم. اي اسئله تانية؟ ما اعتقدش يا فندم. تمام ان شاء الله. اتفضلوا وربنا يوفقكم. استنى انت يا حسام، عايزك اتفضل. روحنا يعني ولاد البطة السودا، قدرت بتقول ايه؟ اشمعنى يعني سيادة الله عايز حسام على انفراد؟ ولا هو مفيش غيره على الحجر؟ وانت مالك يا عشري؟ ما تبص في طبقك مش طبق غيرك. طبق ايه؟ هو ده بيكفيه طبق؟ ده مكوش على الحلة بحالها ومش سايب لنا غير الفتافيت. يا ساتر يا رب، ده انت نفسيتك زبالة. يا ابني حسام ده أكتر واحد بيتعب في الإدارة دي، وما شاء الله سجله أبيض وزي الفل من ساعة ما اتخرج، وبعدين قلبه جامد وما بيخافش، وده اللي منجحه ومخلي كل الظباط نفسهم يبقوا زيه. إلا أنا مش عايز أبقى زيه. حتى لو قصت، والله ما هتبقى ربعه. اوعى. انا فرحان قوي يا حكمه ان هشتغل مع دياب ويبقى ليا قيمه وسط الخلق. ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك واصل. انت بتقول ايه يا حبيبي؟ ده انت اخويا وامي وابويا واللي عايزاه يبقى احسن واحد في الدنيا دي كلها. عارفه يا حكمه، من ساعه ما قلت لي ان دياب وافق يشغلني معاه، عارفه انا حسيت بايه؟ حسيت بايه يا محروس؟ حسيت اني اتبدلت وما بقتش محروس بتاع زمان، وان قلبي قوي والخوف ما بكيش ليه مكان جوايا. خلاص جه الوقت اللي هفك فيه القيد اللي مقيدني بيه صادق بيه. للدرجه دي يا محروس؟ واكتر يا حكمت، واكتر. صادق بيه ما هيبقالهوش كلمه علينا من بعد النهارده، ولا هيتحكم فينا تاني وصل. انا مش مصدقه وداني. انت يطلع منك كل دي؟ لا صدق يا حكمت، صدقي. ولازم انا وانتي ودياب نبقوا يد واحده لحد ما نرجع ورسابونا اللي نهبوا منينا صادق بيه. صح يا محروس، واللي اتاخد بالقوه لازم برضك يرجع بالقوه، واحنا قوتنا فينا طول ما قلوبنا على بعضينا. بس انا ليه عندك طلب. اطلبي. عاوزاك تطور رقبتي عند دياب وتعمل كل اللي يقول لك عليه. طمني حكمة، طمني. دياب ده مش جوز اختي وبس، لا ده في مقام اخويا الكبير كمان، وربنا وحده اللي يعرف محبته قد ايه في قلبي. وهو كمان بيحبك وبيخاف عليك قوي قوي وبيعتبرك زي اخوه صغير. ربنا يديم المعروف بيننا وما يبعدناش عن بعض واصل. يا رب يا محروس. We'll be right back.
قلت لي محروس ازاي بندخل البضاعة؟ شفت واوعدك يا دياب اني هتعلم ان شاء الله. اخويا جابر. لك يا سي جابر. لك يا محروس كيفك؟ الحمد لله. مش معادة يا دياب تاجي وتستلم البضاعة بذات نفسك. جيت افرج محروس على الشغل وبيجي واحد منينا. بلك انت دياب ده ما يعرفش يعمل حاجة واصل، لا يعرف يستلم ولا يخزن، كتيره يعرف يتفق مع الخواجات وبس، وبعدين يروح ياكل حمام وينام. جابر ده ملك الدخيل والتخزين والتشوين كمان والتوزيع، ولا نسيت اياك؟ لا ما نسيت شيء. أمو يا رجالة قوم قوم. هزعل عليك قوي يا عم. معتزم ايه؟ لا يا باشا خد الزبون. دياب يلا 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 دياب. دياب.